أقامت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك في مدينة الفحيص يوماً طبياً مجانياً للأخوة العراقيين المهجرين والمقيمين في الفحيص، والذين يزيد عددهم على 200 عائلة. وجاء هذا اليوم الطبي المجاني تزامناً مع عيد انتقال السيدة العذراء، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الإخاء الأردنية العراقية ومستشفى دار السلام. وقبل البدء بفعاليات اليوم الطبي المجاني، أقيم قداس إلهي ترأسه الأب بولس حداد راعي كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة الفحيص، مقدماً شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا اليوم الإنساني. اللي طلعوا من داعش من الموصل، في منهم كثير عم بيهاجروا، في عائلات عم بتهاجر، ولكن كمان في المقابل في عائلات عم تيجي، يعني واحد مقابل خمسة عائلة بتهاجر إلى أستراليا أو غيره، وخمسة عم بيجوا من الموصل، وخصوصا بيجوا على الفحيص. العدد الأكبر تقريبا هو بالفحيص، وإحنا بنحاول نخدمهم يعني قدر الإمكان. نتشكر جمعية الإخاء العراقي الأردني، واللي تعني اللي هي الأخوة والتسامح والمحبة بين المسيحي والمسلم. وإحنا طول عمرنا في الشرق هيك بنعرف هيك، إلا أنه هذه حالة داعش حالة طارئة، وإن شاء الله أنها تزول وتروح وترجع الأمور لمجاريها، والأمور حلوة بين التعاون بين المسلم والمسيحي أبناء الوطن. وإحنا في ظل القيادة الهاشمية في نعمة الأخوة والمسامحة والإخاء الإسلامي المسيحي، والأردن هو مميز بهذه الميزة. وفي لقاء مع رئيسة جمعية الإخاء الأردنية العراقية الدكتورة شنكول حسيب قادر، توجهت بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني، وقالت: في هذا اليوم السعيد والكريم على قلوبنا جميعنا كمسلمين ومسيحيين، إنه أن نتكاتف ونتعاون في إقامة يوم طبي مجاني لإخواننا العراقيين اللاجئين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي البداية أقدم شكري وتقديري لملك المملكة الأردنية الهاشمية لفتح الأبواب لكل العرب ولكل اللاجئين من مختلف البلدان لإقامتهم في هذا البلد المليء بالأمن والأمان. أحبت منظمة الإخاء الأردنية العراقية بالتعاون مع المستشفى دار السلام ومختبر هوستولاب بإقامة يوم طبي مجاني من ضمن أهداف المنظمة ومن ضمن نشاطاتها المستمرة في تقديم يد العون لهؤلاء الناس المحتاجين في ظل الظروف الصعبة، سواء كانوا عراقيين أم أردنيين أم سوريين، بغض النظر عن جنسيتهم، لأننا لا نعمل بالهويات وإنما نعمل بصفة إنسانية. وقد تم استقبال المراجعين من الأخوة العراقيين المهجرين مباشرة بعد الانتهاء من القداس الإلهي، وقدمت لهم المساعدة وكافة الفحوصات اللازمة والاستشارات الطبية والأدوية المناسبة لكل حالة مرضية. وحضر اليوم الطبي المجاني عدد من آباء الكنائس الرسولية في مدينة الفحيص، لأننا في النهاية نحن عرب أصيلين ننتمي إلى جذور طيبة وولدت بكلمة المحبة، كلمة ربنا يسوع المسيح. وهذا اليوم الطبي اللي هو واحدة من هاي الخدمات اللي بتقدمها الكنيسة وبقدموها الناس اللي بيحبوا أشقائهم الموجودين هنا. نتمنى هالأزمة تنحل، وأنه الناس يلاقوا استقرارهم أكثر وأكثر، ونطلب من ربنا أنه عن جد يعم السلام في البلدان ولكن أيضا في القلوب عشان يكون في سلام. و
وضمن النشاطات التي تقوم بها كنيسة الروم الكاثوليك في الفحيص والتي تهدف إلى بث الفرح والسرور في نفوس المهجرين، أقيم مخيم كشفي للأطفال العراقيين المهجرين الساكنين في مدينة الفحيص والذين يزيد عددهم على 100 طفل، والذي نظم بالتعاون مع شبيبة الكنيسة. وقد صرح الأب بولس حداد راعي كنيسة الروم الكاثوليك عن أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الكشفية والتي تتضمن أنشطة عن التعليم المسيحي وأشغالا يدوية ونشاطات ترفيهية وثقافية، اللي هو بيحتوي على تعليم مسيحي وأنشطة مختلفة وتنشيط للأطفال، وأكيد بنبسطوا هم فيه لأنه أول مرة عم بنعمل هذا النشاط هنا عنا في الفحيص في الأردن. وفي حديث لإحدى منظمات المخيم الآنسة هيم شربش، أفادت عن أهمية المخيم والهدف منه. هدفنا أنه نحكي للعراقي أنه كمان الأردن بلدهم الثانية، ما يحسوا بأي غربة، ما يحسوا بأي بعد عن بلدهم، لأنه كمان الأردن مفتوحة للجميع. كمان هي بتعطي لكل واحد منا انه فرصة، خصوصا احنا من كبار، فرصة انه كيف الواحد ينظم، كيف يكون مسؤول عن اشخاص اولاد صغار، كيف يتعامل مع الاولاد الصغار. المخيم كان حلو وبسطنا بهذول 3 ايام، وان شاء الله كل سنة ينعاد، واشكر كل المنظمين اللي نظموا بالمخيم. وطبعا هون احنا العراقيين اطفالنا، يعني هم بظلهم عنا واحنا قلوبنا معهم، وإن شاء الله كليات نكون إيد واحدة والحروب كليات تنزال. هذه هي إحدى صور العطاء والمحبة والتكافل بين الناس في السراء والضراء.